السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يعطيكم ألف عافية، وأنا بشكركم لانضمامكم لهذا السيشن. اليوم يا جماعة رح ناخذ اللي هو تشابتر 5. تشابتر 5 اسمه Drug Receptor Interaction. Drug Receptor Interaction يا جماعة، أول إشي بدنا نعرف إيش هو الريسبتر. الريسبتر يا جماعه زي ما انتم بتعرفوا هو عباره عن السايت اوف دراج اكشن، المكان الذي عنده الدراج بيعمل الاكشن تبعه. بعد هذا الاكشن ما يتم ايش بتلاحظ؟ الفارماسيوتيكال افكت. ماشي؟ يعني بتلاقي ريسبونس فورس فارماسيوتيكال افكت. طيب في صفتين مهمتين يجب ان تتوفر في التارجت أو يجب أن تتوفر في الريسبتر. أول حاجة اسمها recognition capacity for specific molecules. هذا ما يسمى بالبايندينج. شو يعني هذا الحكي؟ هل تعلم يا جماعة إنه الموليكيول أو الدرج أو الديزاين لما يدخل الجسم صحيح بقعد بدور على مكان يحويه ويقويه، ماشي؟ لكن اللي بناديه بقول له أنا المكان اللي راح أحويه وراح أقويك اللي هو الريسبتر. الريسبتر يا جماعة عارف إنه عنده بوكيت، بايندينج بوكيت، وهذا البايندينج بوكيت ما في إلا ديزاين معين بملاه، ماشي؟ وبعمل معاه الانتر أكشنز اللازمة، وهو نفسه التارجت أو الريسبتر بدور بالموليكيولز اللي فحصها اللي حواليه، هو اللي بنادي الديزاين بقول له تعال أنت مفصل علشاني. هذا اسمه ريكوجنيشن كاباسيتي، انه بيميز انه هذا الموليكيول معمول له ديزاين الي عشان يرتبط بالبايندينج سايت تبعي، اوكي؟ هذا اسمها البايندينج. في شغله ثانيه لازم انها تتوفر بالريسبتر عشان تكون اسمه ريسبتر. ايش هي؟ اللي هي الامبليفيكيشن. شو يعني؟ يعني دراج وريسبتر ارتبطوا مع بعض وبعدين وما حصلش شيء. هذا الكلام مرفوض. ليش يا دكتوره؟ لانه الامبليفيكيشن يعني ذا ability اوف مولكيول ريسبتر كومبلكس، الكومبلكس الناتج من ارتباط الدرج مع الريسبتر، هذا الكومبلكس الناتج، ماشي، يجب ان ينتج عنه بيولوجيكال ريسبونس. اوكي؟ يعني الامبليفيكيشن هي عباره عن بيولوجيكال ريسبونس تنتج من ارتباط الديزاين مع البايندينج سايت اوف ذا ريسبتر. تنتج من ارتباط الديزاين مع البايندينج سايت اوف ذا ريسبتر. ماشي؟ هاي هي. طب دكتوره اذا كان الديزاين ارتبط عمل بايندينج مع مولكيول معين في الجسم لكن ما اعطى امبليفيكيشن، في هاي الحاله بقول لك انه الديزاين ما ارتبطش بريسبتر. بعد ارتبط بإيش؟ ارتبط بإشي تاني غير الريسبتر. ماشي؟ إيش دكتور؟ إيش هو البيولوجيكال ريسبونس؟ عارفين الأجونيست والأنتاجونيست؟ الأجونيزم والأنتاجونيزم والبارشال أجونيزم وريفيرس أجونيزم وبارشال ريفيرس أجونيزم إلى آخره. هذه كلياتها هاي الريسبونسز اللي إحنا بنشوفها، هذه كلياتها اسمها بيولوجيكال ريسبونس. أصلاً يا جماعة هذه البيولوجيكال ريسبونس تنتج بعد البايندينج هي التي تسبب العلاج من المرض. يا جماعه هذا السلايد بيشرح ايش معنى كلمه ريسبتر. جرت العاده على ان يطلق الريسبتر على بروتين ممبرين. جرت العاده ان يطلق الريسبتر على البروتين ممبرين، لكن هلا يا جماعه الريسبتر اللي احنا بدنا يعني نشرح عنه هو عباره عن ايش؟ هو عبارة عن تارجت بشكل عام. تعالوا يا جماعة على بعض الأشياء ومرقت عليكم هذه الأشياء في ميديسينال 1، ماشي؟ يجب أن نأخذها بعين الاعتبار فيما يخص التارجتات أو ريسبترز. Drug targets are large molecules، صحيح، وتسمى macro molecules. يا جماعة هذا السلايد وهذه المفاهيم اللي أنا قاعدة عمالي بشرحها يا ريت تركزوا عليها لأنها بتيجي بترو أند فولس. ماشي؟ تيجي يا ترو أند فولس يا مالتيبل تشويس أو إشي تاني.
إذن التارجتات التارجت بشكل عام تدعى أو تسمى ماكرو موليكيولز. Targets are generally much smaller than their targets. Sorry, drugs are generally much smaller than their targets. هلأ مين اللي أكبر؟ مين اللي حجمه أكبر؟ التارجت؟ التارجت ولا الدراج؟ طبعاً التارجت. والدراج حجمه أصغر لأنه الدراج بفوت في binding pocket موجودة بالتارجت. شوفوا هاي. Drugs interact with their targets by binding to binding sites. نعم كل target عنده binding site. أما الدراج فبدخل على البايندينج سايت وبعمل بايندينج. ماشي؟ إذا حدث البايندينج بين الدراج والبايندينج سايت يحدث ما يعرف بالإنتر أكشن. بايندينج سايت، مين هم هدول البايندينج سايت؟ البايندينج سايت يا جماعة عبارة عن هولوز، عبارة عن كليفتس، كهوف وتجاويف، كهوف وتجاويف، فتحات هيك. ماشي موجود جوا التارجت وهاي الفتحات هي اللي بدخل من خلالها الموليكيول او الديزاين وبعمل الانتر اكشن مع الامينو اسيدز لهذه الموجوده بهذه الهولوز والكليفتس. بايندينج انتر اكشنز انفولف انتر موليكولار بوندز، وهذه كثير مهمه يا جماعه، انتر موليكولار بوندز وليس انترا molecular bonds. دكتورة هو شو الفرق بين انتر وانترا؟ انا لازم تعرفوا شو يعني الفرق. الفرق يا جماعة بين انتر وانترا، انتر شيء خارجي، خارج الموليكيول، موليكيول وموليكيول مستقلين عن بعضهم البعض بيعملوا انتر اكشن، هذا اسمه انتر. سمعتوا بانتر كونتيننتال؟ سمعتوا يا جماعة بانترناشونال؟ شو الفرق بين ناشونال وانترناشونال؟ الانترناشونال يعني دولي، بين الدولة والأخرى. ماشي separately. طيب شان ناشونال أشد وطني، الشأن الداخلي، شأن داخلي للدولة. نفس الشيء الانتراكشن بين البايندينج انتراكشن الذي يحدث بين الدراج وريسبتر، البايندينج انتراكشن اللي بيحصل بينهم ماشي it involves intermolecular bonds اللي هو نوع الانتراكشن it involves intermolecular bonds ليس انترا، لانه الانترا هو in the same molecule، شأن داخلي in the same molecule between atoms of the same molecule. ماشي most drugs are in equilibrium between the bond and non-bonded target. هذه يا جماعه الايكوليبريم بعد سلايدين راح اشرحها. نعم الدراج ريسبتر انتراكشن يخضع لايكوليبريم. ماشي وهذا هو الايكوليبريم، هو اول ما يتم الايكوليبريم هذا يتم ايش علاج المرض. نسمي الفانكشنال جروبس اللي موجوده على الدراج التي تحوي بايندينج انتراكشنز ار كولد بايندينج جروبس، بينما تسمى الفانكشنال جروبس اللي موجوده بالبايندينج سايت والتي تسبب الانتراكشن مع الريسبتر مع اللي تسبب الانتراكشن او البوندنج مع التارجت تسمى بايندنج ريجنز. مره ثانيه في فرق بين بايندنج جروبس وبايندنج ريجنز. بايندنج جروبس هي تلك الجروبس او الفانكشنال جروبس اللي موجوده على الدراج، موجوده في الدراج او موجوده على الدراج، وهي التي بتسبب او بتخلق مع التارجت البايندنج. طيب البايندنج ريجنز هي عباره عن مناطق أو عبارة عن function groups أخرى موجودة وين؟ في البايندينج سايت هلأ، وهي التي تسبب أو تعمل البوند interaction مع الدرجز أو الديزاين. أوكي؟ طيب خلينا نشوف يا جماعة الدرج targets وإيش اللي عماله بيحصل هون. لنفرض أن هذا هو الدرج target أو عبارة عن الماكرو موليكولار target. الماكرو موليكولار target زي ما أنت شايف هو عنده binding site بيقرب الدرج، والدرج مفصل على قد مين؟ على قد البايندينج سايت. الماكروموليكولار تارجت بينادي الدرج عشان يرتبط فيه، بدخل الدرج داخل البايندينج سايت للماكروموليكولار تارجت ماشي وبرتبطوا مع بعض بيعطيني شقفه واحده.
بعطيني مولكيول واحد اسمه إيش؟ اسمه كومبلكس. لاحظوا يا جماعة، في حاجة اسمها بتحصل هنا اسمها induced fit، وهي بتكون في وضع equilibrium. هذا الإكوليبريم اللي تحدث عنه السلايد اللي قبل، هذا الإكوليبريم بيكون عندي drug وتارجت، لما بيرتبطوا مع بعض بدخلوا وضع إكوليبريم. هيو بعطيني كومبلكس، بتفكك الكومبلكس برجع drug وتارجت، بيرتبطوا مع بعض بعطوني كومبلكس، بتفكك الكومبلكس برجع إيش؟ بعطيني drug وتارجت، وهكذا. لكن خلال الإكوليبريم هاي أنا إيش مكتوب عندي هنا؟ induced fit. شو يعني induced fit؟ induced path. fit ملائمة ومناسبة، ويعني إنه الإتيان على قد القياس. لما حكيت أنا إنه الفوت fits أو الشو fits to the foot أو الفوت fits to the shoe، ماشي؟ إنه الحذاء بتلاقي من القدم أو القدم جاي على مقاس الحذاء. fit نفس الشيء، الفت اللي هون جاي على المقاس، الدرج بيكون جاي على المقاس. شو قصة الدكتورة هاي induced fit؟ هو الفت ما بيكونش induced، هو ما بيكونش في فت بعدين بيصير حث الفت. هذا اللي بيحصل. هاي الحركة، حركة الدرج مع البايندينج سايد هون عشان تعطيني هذا الشكل، ماشي؟ بتشبه لما انت رايح على المطار، لما بتروح على المطار بدك تقابل صديق لك من 10 سنين صار لك مش شايفه، وهذا صديقك هذا من ايام الثانوية ومن ايام الجامعة درستوا مع بعض، لكن الحياة فرقتكم، ماشي؟ هو سافر وانت ضليتك هون، اتصل فيك قالك انه جاي من المطار، يا ترى كيف بتستقبله؟ تفتح له دراعاتك الاثنين، هو بفتح لك دراعاته الاثنين. شايفين هدول الاثنين؟ شايفين الدرج والريسبتر؟ شايفين البوندينج سايد؟ هيو فاتح دراعاته الاثنين لمين؟ لا للدرج. بتقوم انت بتقابل صاحبك بالمطار، اول ما تقابلوا بعض بتاخذوا بعض بالحضن، بتسكروا دراعاتكم الاثنين على بعض وبتحوطوا بعض وبتحضنوا بعض بقوه. بوتنتلي هذا اللي حصل، بمجرد ما التارجت يدخل على البوندينج سايد اوف ذا، بمجرد ما الدرج يدخل على البوندينج سايت اوف ذا تارجت، ماشي؟ بيقوم التارجت شو بيساوي؟ بحضن الدرج وبحوي. هاي اسمها induced fit. طب يا دكتور انت مالك مركز كتير على هيك؟ انا مركز كتير على هاي الحركه لانه شوف التارجت قبل البايندينج كيف شكله، والتارجت بعد البايندينج كيف شكله. هل تعلم ان الكونفورميشن 3D كونفورميشن للتارجت بعد البايندينج يتغير من الكونفورميشن تبعه قبل البايندينج؟ التغير في الكونفورميشن هذا هو الذي ينتج عنه ريسبونس، بيولوجيكال ريسبونس، الذي يؤدي الى علاج المرض. شايف الحضن هذا والinduced fit؟ هذا إذا حصل فعلا بين التارجت والدرج، تليه biological response. هذه biological response تؤدي إلى علاج المرض. يعني مين مسؤول عن علاج المرض؟ الconformation of the complex. ومين مسؤول عن الconformation للcomplex؟ الinduced fit، الحضن اللي بينهم. ومين مسؤول عن الحضن؟ الديزاين. ما هو لو ما كانش الديزاين هو اللي بدور على التارجت ما كانش حضنه. عرفتوا علي كيف؟ هاي معنى كلمة induced fit، إنه التارجت يحضن ويحوط الدرج أول ما بيجي عليه، أول ما بيحصل هذا الحكي بحوطه تتغير الconformation، يتغير لـ 3D conformation للتارجت، بتغير، ماشي؟ ببطل هاد، ببطل قبل، بيصير بعد. أول ما بتغير التارجت أو الموليكولار كونفورميشن أو لا التارجت أو 3D كونفورميشن للتارجت، هذا الشيء بيؤدي لعلاج المرض. بقول لك خلينا نكبر الصورة، بقول لك هذه المناطق الريجنز الموجودة بالأورنج هذه اسمها بايندينج ريجنز.
بينما المناطق اللي موجوده على الدراجز اللي بتسبب كمان بايندينج اسمها بايندينج جروبس، بينما هذه الداشز اللي هي الانتر موليكولار بوندز. تعالوا يا جماعه على هذا السلايد ويا ريت تركزوا معي كويس في هذا السلايد. بيقول لك هذا هو، بعد اذنكم اسمحوا لي، الو تفضلي. حاضر، مع السلامه. ايوه يا جماعه، بيقول لك يا جماعه هذا هو الدراج وهذا هو الريسبتور، بتحدوا مع بعض ريفيرسبلي ماشي، بيعطيني دراج ريسبتور كومبلكس. لاحظوا يا جماعه، يحكم الانتر اكشن ويحكم هذه الحركه سهم رايح لليمين فورورد، سهم راجع للشمال ريفيرس. يا دكتوره هذا مش الاكوليبريم ما غيره؟ لا، الاكوليبريم اللي احنا اخذناه بفيزيك وكيميكال بروبرتيز والايونيزيشن وما ديسوسيشن، هذا شيء بخص الكاينتيك. انا بدي اشرح الفارماكودايناميك للانتر اكشن واشرح المسائل اللي عليه. يا ريت تركزوا معي بالمسائل لانها جايه بالامتحان. طيب اوكي، اذا السهم اللي رايح على اليمين يحكمه ثابت كي اون. ايش هذا الثابت كي اون؟ اللي هو معدل تكوين الكومبلكس. طيب يتفكك الدرج والريسبتر من بعضهم البعض ويتفكك الكومبلكس، بيرجعوا سيبريتد درج وريسبتر. ايش بحكمهم؟ ايش بحكم الحركه هاي اللي رايحه لليسار؟ بحكمها كي اوف، ثابت اسمه كي اوف. ايش هذا كي اوف؟ معدل تفكك الكومبلكس. اذا كي اون معدل تكوين الكومبلكس، كي اوف معدل تفكك الكومبلكس. حلو. الكومبلكس هذا يا جماعه له انرجي، له طاقه اسمها طاقه الكومبلكس او طاقه السيستم. وكل سيستم الله سبحانه وتعالى خلقه بهالدنيا له طاقه، له دلتا جي. لحظه، يعني دكتوره البني ادمين لهم دلتا جي؟ والله صدق. يعني دكتوره انا لي دلتا جي؟ بامكانك تقيسها. اي سيستم في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى خلق له طاقه اسمها طاقه السيستم، سيستم انرجي، وتمثل بدلتا جي او فري انرجي. اوكي، بدي اسالك سؤال. انت لما تكون زعلان من زميلك وزميلك غلط فيك لا سمح الله، رح تعرف تنام الليل؟ لا. رح تكون هادي؟ لا. حتكون ستيبل ومستقر؟ لا. ليش؟ لانه جواك طاقه عاليه اسمها طاقه العصبيه والغضب، وهاي الطاقه ما حترتاح الا اذا طلعت برا الجسم. فيا جماعه، كلما كانت الفري انرجي قليله كلما كان السيستم ستيبل. لانه اي سيستم في الدنيا واي مخلوق في الدنيا الله خلقه يميل للحد الاعلى من الفوضى والحد الادنى من الطاقه، اي سيستم في الدنيا. يعني بالله عليكم يا جماعه، لما بتكون انت مستعجل تصحى من النوم بدك تلحق دوامك او تلحق محاضرتك او تلحق ماشي، واي ويلك ازمه الطريق، ويلك بدك تشرب القهوه، ويلك بدك تلبس، ويلك بدك تلحق المواصلات، ويلك ويلك ويلك، بتقوم من هالنوم إلك خلق ترتب السرير؟ طبعا لا. إلك خلق ملابسك ملابس البيت اللي انت غيرتها ولبست ملابس الطلعه، إلك خلق تطويها وتطويها وتحطها على السرير عشان ترجع تلاقيها مطويه؟ طبعا لا. طب ما هذه فوضى. طبعا ما حيريحك الا الفوضى، انت لانك متوتر بدك تلحق دوامك. يا ترى حتكون مرتاح انه ساعه دوامك قربت وانت قاعد عم تطوي البيجامه بترتب العفو، بتحط الشبشب هون، العفو بتحط كذا؟ لا طبعا، كله ارمي بسرعه، يلا بسرعه البس لحق الدوام. هاي الفوضى اللي بحكي عنها. كل سيستم الله خلقه بهالدنيا يميل للحد الاعلى من الفوضى والحد الأدنى من الطاقة. فكلما كانت الإنتروبي عالية
والطاقة دلتا جي واطية، كلما كان هذا السيستم ماله ستيبل ومستقر. نفس الشيء الكومبلكس، الدراج ريسبتر كومبلكس، كلما كانت دلتا جي قليلة مع كلما كان الدراج والريسبتر ستيبل، كلما كان الدراج والريسبتر مالهم حابين بعض ومرتبطين ببعض. اوكي، هاي هي. ودلتا جي جرت العادة أن تكون نيجاتيف، دلتا جي جرت العادة أن تكون نيجاتيف. أوكي؟ طب دكتورة كيف يعني نيجاتيف؟ يعني لازم تكون عالية بالماينس. طب دكتورة أنت لازم، أنت حكيت أنه لازم يكون قليل. طبعا رقم عماله بيزيد في الماينس، رقم عالي بالماينس، شو قيمته العددية؟ قليلة. رقم عالي بالماينس، شو قيمته العددية؟ قليلة. ماشي؟ تعالوا يا جماعة نعرف البايندينج انرجي بين الدراج والريسبتر. بايندينج انرجي من بايندينج افينيتي، بايندينج انرجي. ما هي البايندينج انرجي؟ البايندينج انرجي يا جماعة عرفوها العلماء، علماء الدايناميك عرفوها انها درايفنج فورس، القوة الدافعة، درايفنج فورس فور دراج ريسبتر انتر اكشن كان بي كونسيدرد از لو energy state. low energy state يعني أقل درجات الطاقة، ماشي، of drug receptor complex. مرة تانية بالعربي، هي القوة الدافعة التي تدفع الدرج والريسبتر على الارتباط. هاي بالعربي هي القوة الدافعة التي تدفع وتغصب الدرج والريسبتر على الارتباط. سؤال، القوة الدافعة هاي البايندينج انرجي لازم تكون عالية ولا واطية حتى يتم الارتباط؟ لازم تكون عالية ولا واطية؟ أو ما هي العلاقة بين البايندينج انرجي والبايندينج افينيتي؟ هذه بايندينج انرجي بي اي بايندينج انرجي، يا ترى شو علاقتها مع البايندينج؟ تتناسب تناسبا طرديا ولا عكسيا مع البايندينج افينيتي؟ تتناسب تناسبا عكسيا. شو يعني بايندينج افينيتي؟ شو يعني بايندينج افينيتي دكتوره؟ بايندينج افينيتي يا دكتوره، بايندينج افينيتي اللي هي انه الدرج والريسبتر حابين بعض، اثنين حابين بعض، بدهم انرجي تغصبهم على بعض؟ لا، ما هم حابين بعض تلقائيا، بيرتبطوا من غير انرجي. بدي اسالك سؤال، لنفرض انك انت انغصبت على الزواج من وحده، انغصبت ما بتحبها، انغصبت ومارسوا عليك الضغوط والتهديدات حتى تاخذها وانت ما بدك اياها، يا ترى الارتباط بينكم حيكون قوي ولا ضعيف؟ طبعا ضعيف، لانه انتوا الاثنين مش حابين بعض ومغصوبين على بعض. نفس الشيء الدراج والريسبتر لو كانوا مغصوبين على بعض ومش حابين بعض، شيء طبيعي عشان تخليهم يرتبطوا بدك تمارس عليهم بايندينج انرجي، بدك تغصب عليهم بطاقه. لكن والله اثنين حابين بعض، الدراج والريسبتر حابين بعض اثنين، والبايندينج افينيتي عاليه، هل احتاج لطاقه أطبقها عليهم عشان يرتبطوا ولا بيرتبطوا تلقائيا؟ بيرتبطوا تلقائيا. إذا يا جماعة العلاقة بين البايندينج أفينيتي والبايندينج إنرجي عكسية، فكلما زادت البايندينج أفينيتي احتاجت لطاقة أقل، احتاجت لبايندينج إنرجي أقل حتى يرتبطوا، وكلما قلت البايندينج أفينيتي، كلما قلت البايندينج أفينيتي كلما احتاجت لطاقة أعلى حتى أطبقها عليهم حتى يرتبطوا. ماشي؟ العلاقة بينهم عكسية، وبايندينج إنرجي يجب أن تكون عالية بالماينس. أوكي؟ أما الكومبلكس الستيبل، أما الكومبلكس الستيبل دراج ريسبتر كومبلكس، حتى يكون ستيبل يجب أن تكون دلتا جي عالية بالماينس، يعني رقم قليل، يجب أن تكون دلتا جي عالية بالماينس، يعني رقم قليل، الحد الأدنى من الطاقة. أوكي؟ طب
طيب عرفوا العلماء، علماء الدايناميك، عرفوا كي دي. مين هذا كي دي دكتورة؟ كي دي اللي هو ديسوسيشن كونستانت. مين هذا دكتورة ديسوسيشن كونستانت؟ ديسوسيشن كونستانت هو ثابت التفكك وليس ثابت الارتباط. ثابت التفكك ليس اسوسيشن، ديسوسيشن. ماشي؟ ليس اسوسيشن، ديسوسيشن كونستانت. طيب ايش هذا؟ قال هذا مقياس الافينيتي تو ريسبتور. والله يعني انا بدي اقيس البايندينج افينيتي للدرج مع الريسبتور، بدي اقيس البايندينج افينيتي، بقوم بقيس الديسوسيشن كونستانت. نعم، فكلما كان الديسوسيشن كونستانت قليل كلما كانت الافينيتي عاليه. اوكي، هاي هي. بقول لك خلونا نقيس قديش هالكومبلكس ستيبل. فكلما كان هذا الكومبلكس ستيبل، كلما كان الدرج والريسبتر مالهم الافينيتي بينهم عاليه. ماشي؟ وبالتالي يا دكتوره قديش كي دي؟ كلما كانت كي دي ايش؟ قليله، لانه الديسوسيشن قليل. ماشي؟ ايش بتساوي كي دي؟ كي دي يا جماعه حسابيا يعني او قانونها مجموع مضروب النواتج على مضروب المتفاعلات. يعني درج ضرب ريسبتر. لحظة دكتورة، وين هالنواتج؟ كي دي يا جماعة اللي هي ثابت التفكك، هيها اللي هي ريت كونستانت فور بريك داون اوف ذا كومبلكس، هيها. إذا كي دي هي نفسها كي اوف، وبالتالي بالنسبة لكي اوف مين النواتج؟ هيهم درج وريسبتر. ومين المتفاعلات؟ درج ريسبتر كومبلكس. فعلا مضروب النواتج على مضروب المتفاعلات. اوكي، هاي هي كي دي. دكتورة تفضلي. الو، مش سامعه صوتك، بقطع. الو، نعم. كي دي زي ما حكينا يا جماعه، كي دي هي الديسوسيشن. كي دي هي الديسوسيشن كونستانت. هاني حعيد، شو يعني ديسوسيشن؟ ديسوسيشن يعني تفكك، تفكك الدرج والريسبتر مع بعض، من بعض تفككهم واعطاء الدرج لحال وريسبتر لحال. ماشي؟ طب هو طب مين هذا كي دي؟ هل هو كي اون ولا كي اوف؟ هل هو كي اون ولا كي اوف؟ لا طبعا دكتوره كي اوف، لانه مين اللي بيمثل كي اوف؟ يعني مين اللي بيمثل الديسوسيشن؟ كي اون ولا كي اوف؟ لا طبعا كي اوف، هو اللي بيمثل البريك داون اوف ذا كومبلكس، هو اللي بيمثل الديسوسيشن للكومبلكس. اذا كي دي هي نفسها كي اوف، وهي تحكم التفاعل العكسي. بالنسبه لكي دي او كي اوف في التفاعل العكسي، النواتج مين؟ الدرج والريسبتر. والمتفاعلات مين؟ لأنه تفاعل عكسي هيك جاي بالعكس. والمتفاعلات مين؟ درج ريسبتر كومبلكس. ماشي؟ هاي هي. طب كي دي ايش بتساوي؟ مضروب المتفاعلات على مضروب النواتج. اوكي؟ هاي هي. طيب واختاروا كمان العلماء انه كي دي او الديسوسيشن كونستانت هاي هي اللي ممكن يستخدموها كمقياس لدرج افينيتي تو ريسبتر. كيف يعني دكتوره؟ يعني الديسوسيشن كونستانت اذا كان قليل معناته هذا، معناته تفكك هذا الكومبلكس قليل، معناته الاستابيليتي للكومبلكس عاليه، معناته الافينيتي بين الدرج والريسبتر عاليه. هاي هي. اذا هم اتخذوا من كي دي ديسوسيشن كونستانت ميجر، مقياس بقيسوا الافينيتي للريسبتر او درج افينيتي للريسبتر. اوكي، ركزوا يا جماعه على هذا السلايد، يا ريت ينبسم بصم هذا السلايد بصم. اوكي، هذا واللي بعده. طيب خلونا نربط يا جماعة
الإكوليبريم اللي قبل شوي، فرحنا خلونا نربطه بإيش؟ خلونا نربطه بالبيولوجيكال أكتيفيتي. طيب خلينا نربطه بالبيولوجيكال أكتيفيتي of the drug. بيقول لك البيولوجيكال أكتيفيتي of the drug، أنا عندي هنا ألم. البيولوجيكال أكتيفيتي of the drug بتعتمد على إيش؟ بتعتمد يا دكتورة على الأفينيتي للريسبتر. إذن البيولوجيكال أكتيفيتي بتتناسب تناسب إيش؟ طردي مع دراج أفينيتي، صح ولا لا؟ إذن هاي بيولوجيكال أكتيفيتي، كلما كانت الدراج أفينيتي عالية كلما كانت البيولوجيكال أكتيفيتي عالية، صح ولا لا؟ كلما كانت الدراج أفينيتي عالية كلما كانت البيولوجيكال أكتيفيتي إيش؟ عالية. طب الدراج أفينيتي بتعتمد على إيش؟ على الاستابيليتي أوف كومبلكس، بتعتمد بتتناسب تناسبا طرديا مع الاستابيليتي، ماشي؟ استابيليتي of complex. اوكي؟ طيب بيقول لك الاستابيليتي of complex ممكن اقيسها بكي دي. كيف يعني؟ ممكن اقيسها بهاو difficult is for complex to dissociate. يعني بدي اشوف قديش صعب، قديش صعب على الكومبلكس انه يتفكك. فكلما كان تفكك الكومبلكس صعب كلما كان الاستابيليتي عالي، كلما كانت الكي دي، كلما كانت الكي دي قليلة والتفكك قليل وصعب بين الدراج والريسبتر، كلما كانت الاستابيليتي للكومبلكس عالية. طب كلما كانت الاستابيليتي عالية كلما كانت الأفينيتي عالية، وكلما كانت البيولوجيكال أكتيفيتي عالية، ماشي؟ تعالوا هون يا جماعة خلينا نشوف، خلينا نربط الكي دي بالبيولوجيكال أكتيفيتي. خلينا نربط الكي دي بإيش؟ بالبايندينج إنرجي ودلتا جي. كلما كانت كي دي قليلة، شو بقول لك هنا؟ The smaller كي دي. كلما كانت كي دي قليلة إيش بيحصل للكونسنتريشن؟ كلما كانت KD قليلة إيش بيحصل للconcentration of the complex؟ شو يعني KD قليلة؟ يعني تفكك الكومplex قليل، ما هي dissociation. كلما كانت KD قليلة كلما كانت الconcentration للدراج receptor complex كلما كان الكونسنتريشن عالي ولا واطي؟ كلما كان عالي. عالي. ماشي؟ The smaller KD, the larger is the concentration of the complex. The smaller KD, the larger the concentration of the complex. إذا كلما كان تفكك الكومplex، كلما كان تفكك الكومplex قليل، كلما كان تركيزه عالي. طيب وما علاقة ذلك بالاستابيليتي؟ كلما كان مور ستيبل كومبلكس تركيزه عالي، ايش معناته؟ ستيبل الاستابيليتي
ولما كانت الاستابيليتي عالية. كلما كانت الاستابيليتي عالية، كلما كانت الاستابيليتي عالية يا جماعة، ماشي، كلما كانت الأفينيتي عالية، صح ولا لا؟ هذا كله لما بيكون عندي الكادي قليل. كلما كانت الدرج أفينيتي عالية. طيب احنا مش حكينا قبل شوي عن الدرج أفينيتي، ما هي العلاقة ما بين الدرج أفينيتي أو البوند أفينيتي أو البايندينج أفينيتي والبايندينج إنرجي؟ علاقة عكسية، ماشي، هيها علاقة عكسية. فكلما كانت الأفينيتي البايندينج أفينيتي عالية، كلما كانت البايندينج إنرجي قليلة مينيمم، وكلما كانت دلتا جي هاير بالماينس. ماشي، أعيد كمان مرة. The smaller KD، شو يعني the smaller KD؟ لأنها هتيجي في الامتحان smaller KD أو larger KD، يعني نسبة التفكك قليلة. نعم، نسبة التفكك قليلة، the smaller KD يعني تفكك الكومبلكس قليل. إيش معناته هذا؟ معناته تركيز الكومبلكس عالي، لأنه ما بتفككش. كومبلكس تركيزه عالي، هل بتفكك؟ لا، لأنه تفككه قليل تركيزه عالي. طب كومبلكس تركيزه عالي، إيش رأيك بالاستابيليتي؟ طبعا استابل، لأنه لو كان انستابل بتفكك، لكن لأنه استابل ما بتفككش. إذن كلما كانت استابيليتي عالية، طيب كومبلكس استابيليتي إله عالية، إيش مع إيش رأيك بالبايندينج أفينيتي؟ البايندينج أفينيتي عالية، لأنه لو ما البايندينج أفينيتي العالية ما بتيجي الاستابيليتي للكومبلكس، ولو ما الاستابيليتي أوف كومبلكس ما بيجي الكونسنتريشن العالي للكومبلكس. ماشي؟ طيب خلينا نربط بين الأفينيتي البايندينج أفينيتي أوف دراج تو ريسبتر مع البايندينج إنرجي، شو العلاقة بينهم؟ عكسية. عفوا، العلاقة بينهم عكسية. فكلما زادت البايندينج أفينيتي، إيش بيصير بالبايندينج إنرجي؟ كلما قلت وكانت مينيمم. وإيش بيصير بالدلتا جي للكومبلكس؟ طاقة السيستم أو طاقة الكومبلكس بتكون هاير إن ماينس، بتزيد إن ماينس. يا جماعة بعد المحاضرة وإنتوا في البيت هيك، بدل the smaller KD حط بدالها إيش؟ higher KD أو larger KD، وحاول تحل المسألة، لأنه بيجي أكمل الفراغ التالي the smaller KD، the فراغ الـ concentration، the smaller KD، the فراغ دلتا G، لك تختار the smaller KD، the فراغ الـ affinity، الاستابيليتي، عن كل الأشياء أنا ممكن أسأل. طب the larger KD إيش معناها؟ معناته الكومبلكس بتفكك، صح ولا لا؟ معناها الكومبلكس بتفكك، تفككه عالي، معناته الاستابيليتي واطي والأفينيتي واطي، والأفينيتي واطية، ممتاز. تعالوا هلأ يا جماعة على هذا السلايد، بدي إياكم تركزوا عليه، لأنه هاي مسألة رح يجي زيها في الامتحان. ركزوا، بقول لك a decrease of delta G بمقدار 5.5 كيلو كالوري بير مول. كفيل هذا decreasing بالدلتا G كفيل انه يغير البايندينج افينيتي من 1% ل 99%. وال بتغير البايندينج افينيتي من 1% ل 99% لما تنقص دلتا G للسيستم او للكومبلكس، لما تنقص 5.5 كيلو كالوري بير مول، صدقها والله تحصل، كما في المثال التالي او المساله التاليه. هاي المساله ركزوا عليها يا جماعه، يجي عليها اسئله. شو هي دكتوره المساله؟ بقول لك انا عندي ريسبتر، عندي تارجتد ريسبتر. طيب هذا الريسبتر ار
عملت له ديزاين 1 وسميته دي 1 بحسابات كمبيوترية وبالإنفيترو. حطيت دي 1 مع التارجت أو مع R بحسابات كمبيوترية. حطيت دي 1 مع R مع الريسبتر. شو عطاني إكوليبريم بينهم؟ وعطاني دراج ريسبتر كومبلكس 1. ليش دكتورة كومبلكس 1؟ لأنه تابع لديزاين 1. حيث دلتا جي للكومبلكس، دلتا جي ناقص 10 كيلو كالوري بير مول. فإذا كانت دلتا جي ناقص 10 كيلو كالوري بير مول، البايندينج عطاني 1%. وال ناقص 10 ما عجبتش؟ لا، البايندينج 1% بس هذا هو اللي قدرت عليه يا ديزاين 1، هذا اللي قدرت عليه. واضح انه ديزايني ما اعطى البايندينج اللي بدي اياه، واضح. رحت انا عملت لديزاين 1 موديفيكيشن، عملت لديزاين 1 موديفيكيشن وحولته لديزاين 2. اذا ديزاين 2 هو عباره عن موديفايد ديزاين فور 1. It is a modified design for 1. ديزاين 2 حطيته مع الريسبتر بالحسابات الكمبيوتريه، ارتبط، عطاني دراج ريسبتر كومبلكس، ارتبط. اوكي، دلتا جي قديش؟ عطتني 99% بايندينج. ما هي قيمه دلتا جي 2؟ لانه لاحظ ايش، طب ايش الفرق؟ الفرق هون دكتوره بين دي 1 ودي 2. مع دي 2 بعد ما انا غيرت وعدلت الديزاين حصل عندي ديكريس ان دلتا جي اوف 5.5 كيلو كالوري بير مول. لاحظوا يا جماعه، كومبلكس 1 دلتا جي ناقص 10 كيلو كالوري بير مول، ماشي؟ كومبلكس 1 دلتا جي ناقص 10 كيلو كالوري بير مول. البايندينج قديش؟ 1%. رحت انا عملت موديفيكيشن لدراج 1 او لديزاين 1، عطاني ديزاين 2 مع الريسبتر، عطاني كومبلكس 2. شو بيقول لك المعلومه هون اللي في المساله؟ بيقول لك حدث ديكريس في دلتا جي هاي، حدث ديكريسنج في دلتا جي هاي بمقدار 5.5 كيلو كالوري بير مول. كم هي دلتا جي 2 لكومبلكس 2؟ جاوبوا. دكتوره ماينس 15.5. ماينس 15.5 ليش يا عمري؟ هلا لانها قلت، هي اصلا ماينس 10 وقلت. نعم. ماينس 5.5 صارت ماينس 15.5. نعم، الكلام منطقي. بقول لك قلت، شو يعني ديكريس؟ بقول لك هذه ناقص 10 قلت، ماشي؟ شو يعني قلت؟ يعني زادت بالماينس. اي رقم بيزيد وبكبر بالماينس قيمته العدديه مالها بتصغر. وانا قلت لك ديكريس. اذا اجتك مساله زي هاي وبقول لك حدث طرأ على دلتا جي 1 ديكريسنج، طرأ على دلتا جي 1 ديكريسنج بمقدار 5.5، اذا هذا معناته انه بتضرب هاي بالسالب، 5.5 بتنضرب بالسالب. 10 ناقص 5.5، 10 ناقص 5.5 ايش معناها؟ ناقص 15.5 كيلو كالوري بير مول. هل هذا الكلام منطقي؟ دكتورة منطقي. وزاد البايندينج 99%، والله زاد 5.5 كيلو كالوري بير مول، زادت البايندينج من 1% 99%. نعم، هل هذا منطقي؟ طبعا منطقي. كان عندي 10 ايها، كان عندي ناقص 10 كيلو كالوري بير مول، كان عندي ناقص 10، قلت الناقص 10، قلت بمقدار 5.5 كيلو كالوري. شو يعني قلت العشرة؟ قربت من الصفر ولا بعدت من الصفر؟ بعدت من الصفر. إذا أول ما بشوف مقدار التغيير، إذا كان ديكريس
بضربه بسالب. إذا كان increase بضربه بموجب. وأنت بتعرف يا جماعة سالب وسالب، سالب وسالب، ما حدا يقول لي موجب. سالب وسالب قديش؟ سالب دكتورة سالب. بجمع السوالب مع بعضها بتنزل إشارة السالب 15. وفعلا انتقال العشرة لخمستاش ونص قلت مش زادت، زادت بالماينس يعني قلت. أوكي بالبيت يا جماعة، بالبيت أو بعد ما تخلص المحاضرة نفس المسألة، بدل decrease اكتب increase. نفس المسألة بدل decrease اكتب increase. قديش حتطلع دلتا جي 2؟ دلتا جي 2 يا دكتورة رح تطلع قديش؟ 5.5 حتطلع. أوكي؟ طيب عندنا نوعين من الارتباط للدرج مع الريسبتر، عندنا نوعين. إيش هم؟ النوع الأولاني اسمه ريفيرسيبل، النوع الثاني الريفيرسيبل. طب مين أقوى؟ طبعاً يا جماعة الريفيرسيبل أقوى، لأنه بيصير تفاعل كيماوي، ما عنديش إكوليبريوم، بيصير عندي تفاعل كيماوي بسهم واحد متجه لليمين، مش إكوليبريوم. أوكي؟ الريفيرسيبل يا جماعة ينتج من رابطة كوفالنت، كوفالنت بوند تنتج بين الدرج والريسبتر. طب دكتور يعني معنى هذا الكلام انه الريسبتر راح في الباي باي؟ راح في الباي باي الريسبتر يا جماعه. نعم الريسبتر راح بالباي باي. طب دكتور شو حيصير له الدرج والريسبتر كومبلكس بعد ما يتكونوا؟ ماشي خلص ويأدوا الوظائف البيولوجيه اللي عليهم، بيطلعهم الجسم برا. طب دكتور يعني الريسبتر راح؟ لا، لسه الخليه بدها وقتها، والرايبوسوم بالخليه بده وقته حتى ينتج البروتين نفسه الريسبتر هذا اللي راح. إذا which is potent يعني يعني الكيموثيرابي which is potent راح يكون طبعا الكوفالنت بوند والريفرسبل. طيب والريفرسبل، الريفرسبل يا جماعة له وقت. الريفرسبل يا جماعة يشبه قطبي المغناطيس، موجب وسالب بقربوا من بعض بتجاذبوا، من بعدهم من بعض خلص يا دار ما دخلك شر. لكن الكوفالنت بوند عبارة عن رابطة تساهمية ما بتنكسر إلا بالتفاعل الكيميائي. أوكي؟ رح نركز في هذا الفصل أو في هذا الشابتر، رح نخلص الأيونيك انتراكشن، أيون دايبول، دايبول دايبول انتراكشن، هيدروجين بوند، تشارج ترانسفير بوند، وهيدروفوبيك انتراكشنز، وأخيرا وليس آخرا اللي هو فاندرفالز فورسز. أوكي؟ هذا اللي إحنا رح نغطيه في هذا الشابتر. شكرا كثير يا جماعة لحضوركم المتميز، شكرا كثير يا جماعة لمشاركتكم الفعالة، أشكركم جزيل الشكر على يعني مشاركتكم وعلى حضوركم. إن شاء الله موفقين بالامتحانات إن شاء الله. ماشي الله يعطيكم العافية. وأنا بعتذر إذا كان صوتي يعني بقطع، صوتي إذا كان بقطع يا جماعة معناته إنه في خلل في النت. هي زميلتكم قبل شوي كانت تقول لي دكتور صوتك بقطع كتير أنا مش سامعة وكذا، فبده يكون يمكن خلل بالمنطقة اللي هي فيها أو بالنت اللي هي فيها. ماشي؟ أوكي؟ الله يعطيكم ألف عافية. عفواً.